كان المنظر مرعبا لمن شاهده ولو على شاشة التلفزيون. لقد كانت كارثة بكل المقاييس. باش تتنبه لهذا الجيه الواد جاي واقف جاي البرامل تيدوز عليهم كامل الفوارم هذه، الواد بحال تدابز مع السبع. صافي بحال في الأخيرة كل شيء تعيط راسي راسي. ورغم مرور أشهر على الفيضانات ما زالت مخلفاتها بادية حتى الآن، تجدها في البرك المائية المنتشرة في كل مكان وحتى في ملامح الناس الذين التقيناهم هناك. كان ما عاشوه لحظة الكارثة تجربة قاسية ممزوجة بالخوف والمرارة. إنها المرارات التي تجرعوها طيلة أيام الفيضانات. كان صوت المروحيات يحيي الأمل في أعماقهم بعدما ظنوا أنهم لا محالة هالكون. شوية واحد اللحظة تيبان لك الطيار جاي من هاد الجهة. أول لحظة فاش نشوفوا الطيارة واقفة في السماء ومدير ليا الحبل. الطيارة تتهز خمسة ولا ستة تدي الجبل ها تجي الأخرى تاني عاود تهز عليها، والزود يوقف من تحت تاني عاود تجي تتهز ستة ولا خمسة. لا من يخرج لا وليد ولا بنية ولا امرأة ولا راجل. اللي صحيح بغى يعوم ولاد اليوم عامو، والعيالات والوليات راهم بقاو قاعدة. المرايات اللي والدات كيطلعوهم وكل شيء والزود ياك من تحت. أنايا تميش غادي بحال هكا عاد واحد راه هزني بحال هكا حطني الزودياكا، مشينا في الزودياكات كلشي كيهز. كان من الضروري انقاذ هاد الناس اللي بقاو محاصرين بالمياه. هاد العمليه كانت ماشي شيء سهل حيت كان واحد التيار قوي، كانت المباني مغموره جزئيا بعض المرات كليا تحت الماء. هاد العمليه استمرت 3 أيام دون انقطاع، وبفضل الامكانيات ديالنا اللي تتجلى في الزوارق المطاطيه والمروحيات ديال الدرك الملكي تمكننا من انقاذ اكثر من 400 شخص بالزوارق واكثر من 51 شخص بفضل المروحيات. كانوا واحد الحالات مستعصية اللي دخلنا فيهم بفضل المروحيات، لأن كانوا واحد البلايص اللي ما نقدرش نوصلوهم، وكان لا بالطريق لا بالزوارق. دخلنا بالمروحيات، عندنا واحد السيد تلبس واحد الحزام وتنزل عندهم وتقدر تساعدهم. غير هو المشكل اللي كاين في هذه العملية تتكون بطيئة نوعا ما بالنسبة للزوارق. الغيث تيطلع مع دوك المطر. الشيء اللي كان جعل من الصعب اننا نتحركوا بواحد الطريقه سهله بين دوك الازقه، لان الازقه كاملين كانوا مغمورين بالمياه. ولكن الحمد لله بجهد بالاخص بالتجربه ديال الدركيين تمكننا من نتجاوزوا هذه الصعوبات هذه. كانت الصدمه تلقي بظلالها على المنكوبين، وكان بعضهم لا يقوى حتى على المشي بعدما قضى ساعات محاصرا وسط سيوله جارفه. الحاله النفسيه اصلا ديال هذوك الاشخاص تكون مأثرين، وكاين الحالات الاخرى ديال الجوع وديال جسديا تيكونوا عيانين شويه. ولكن الحمد لله فاش وصلنا عطيناهم ووسيناهم وقلنا لهم بان هذيك راه ماشي مشكل، راه نقدروا نساعدوكم، هذه راه اشياء تتوقع. والحمد لله تمكنا من هذوك انقاذ الناس كاملين اللي كانوا من الضفه الاخرى، ديناهم الاماكن امنه المخيمات اللي عطيناهم التغذيه ديالهم والغطاء باش يقدروا يدفاو في هذاك البرد هذاك. تجربه هؤلاء المنكوبين مع الفيضانات وفرق الانقاذ علمت كجرح قديم في ذاكرتهم لحظات فقدوا فيها كل شيء، سيحكيها البعض في نظره او كلمه، فيما يلخصها طفل في اغنيه كتب كلماتها بمداد تجربه لا تنسى. حنايا قاعدين ما علينا ما بينا، تجات الفيضة ورحنا بنطاكينا، يا كلشي كيكالي برجال وبيالات ويا لميمة ليك يا سبو، ما حنيت علينا ما بقينا فيك حنايا، وحنايا تاكر حنايا تكرفسنا، يا الليلة الأولى بيتنا غير فوق المقدار،
لا تانيا خرجنا عدا خيمة بن عيسى، يا هلي فوق الحطاب وهلي فوق الحجار، يا قاعدين غير فوق الدنكيرة، جو الزودياكات وجو الطيارات كيهزو في بنيات توغيل تطقاقع، يا مشينا لتوغيت توغيل تطقاقع، راهم قاموا بينا راهم قادوا بينا، يا لم الماكلة وما Commencez votre journée avec l'actu.